كما فعلها مايكل كوريليوني أو ألبوتشينو في فيلم الأب الروحي The Godfather حين خرج معلناً براءة عائلته. جمال مبارك يخرج على الطريقة ذاتها معلناً النصر والبراءة مع فارق بسيط قد لا يكون فارقاً، وهو أن مايكل ابن زعيم المافيا في حين أن جمال هو نجل رئيس سابق. ولقد أكدت لك خلال أيامك الأخيرة أنني سوف أستمر على الطريق لتحقيق تبرئة. صدرت أحكام وقرارات متتالية باسمك وباسم أسرتنا من قبل أعلى السلطات القضائية في الاتحاد الأوروبي وخارجه لتبرئنا وبشكل قاطع. لقد انتصرنا يا أبي، فلترقد روحك بسلام. ببدلته وكامل أناقته وبلغة إنجليزية رصينة خاطب جمال محمد حسني مبارك العالم معلنا براءة عائلته والنصر من تهم الفساد التي وجهت إليها عقب 10 سنوات من المحاكمات والتهم. والأموال التي كانت تسمى منهوبة باتت الآن شرعية وحقا مستردا بحسب جمال. خطاب مدته 21 دقيقة أثار جدلا هائلا في مصر، على الرغم من كون جمال وجهه على ما يبدو لمن هم خارج مصر أي في العالم، أراد أن يخبر الجميع أنه بريء وأن أسرته كذلك ووالده الراحل أيضاً. لكن لا أحد يعلم ماذا كان يقصد جمال. هل هو فقط مجرد إعلان لبراءة ونصر كما أسماها، أم هو إعلان لأمر آخر؟ والإجابة كانت في ردود الفعل على ظهور جمال الذي غاب طوال عقد من الزمن قبل أن يخرج بخطابه الأخير هذا، وآخر صورة كانت ما في السجن والمحاكم أو في مناسبات اجتماعية لم يظهر بها متحدثاً بعكس هذه المرة. الردود الأولى انقسمت بين 4 فئات: فئة لم تبالي بخطاب جمال ولم تعره أي انتباه ولم تحمله أي بعد غير ما يحتمل، وفئة أخرى غالبيتها ممن ثاروا على مبارك والد جمال، وهي من تعتبر نفسها أكبر المتضررين من سنوات حكمه 30. وهؤلاء هاجموا جمال وظهوره بهذا الشكل وهذه الطريقة. أما الفئة الثالثة فكانت ممن شككوا بنوايا جمال وأهدافه من هذا الظهور، ورأوا أن نجل الرئيس الأسبق ارتكب خطأ بظهوره هذا. أما الفئة الأخيرة فهم من تلقفوا هذا الخطاب ليعلنوا فوراً ترشح جمال لرئاسة مصر كبديل قادم عن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وغالبية هؤلاء كانوا من جماعة الإخوان أو ممن يدور في فلكهم. وسريعاً انطلقت هاشتاغات على مواقع التواصل ودعوات تدعم ترشح جمال لرئاسة مصر. وللمفارقة فجماعة الإخوان الذين تسارعوا لدفع جمال لترشيح نفسه لطالما ادعوا أنهم من أسقط مبارك وثاروا ضده، ولطالما قالوا إنهم من عرض التوريث السياسي زمن مبارك حين كان الرئيس حسني مبارك يحضر نجله جمال لتوريثه الحكم. ولكن في الحقيقة وفي مراجعة مواقف الإخوان من تولي جمال للسلطة فيما مضى، فالحقيقة أنهم لم يعارضوا ذلك على الإطلاق، وهذا أمر يعلمه المصريون جيداً ويعلمه الإخوان أيضاً. وحتى مرشد الجماعة محمد بديع أكد ذلك مراراً زمن حكم مبارك. هل تعارضون ترشيح جمال مبارك ضمن آخرين للرئاسة؟ لا نعارض ترشيح الأستاذ جمال مبارك مثله مثل أي مواطن مصري. والآن ما إن ظهر جمال من جديد حتى تلقفت الجماعة الأمر وبدأت كتائبها الإلكترونية بمحاولة تصدير جمال للمشهد وحثه على ترشيح نفسه. لكن بالنسبة للإخوان جمال يذكرهم بأيام مجدهم زمن والده، حيث تمكن الإخوان من العمل ودخول البرلمان وكذلك تقاسم النفوذ مع السلطة آنذاك حين قبلوا السيطرة على النقابات واتحادات العمل والجامعات في مقابل سيطرة نظام مبارك على مؤسسات الدولة الأخرى، كما تمكنوا عصر مبارك من دخول البرلمان وحرية التحرك ونشر أفكار الجماعة. وعودة جمال للمشهد تعني لهم الكثير، وهذا بالنسبة للإخوان. لكن ماذا بالنسبة للمصريين؟ قد تبدو عودة آل مبارك للمشهد مستحيلة بحكم الإرث الذي خلفه حسني مبارك طوال سنوات حكمه 30 والتي أوصلت البلاد إلى اندلاع ثورة شعبية ضد نظامه، وكادت تنزلق البلاد إلى حرب أهلية، وربما هو أبعد من ذلك. لذا حتى جمال نفسه قد لا يفكر بالأمر ويدرك استحالته أيضاً،
وربما كانت هذه الحركة الأخيرة، أي ظهوره بمقطع مصور، لا تتجاوز فكرة رد اعتبار له ولأسرته ولوالده، وهذا قد يكون أمراً مبرراً له، خاصة بعد صدور أحكام أوروبية نفت عنه جميع التهم التي كانت موجهة له ولأسرته. بل أكثر من ذلك، المحكمة الأوروبية أمرت بدفع مصاريف الدفاع التي كانت أسرة مبارك قد دفعتها، كما أفرجت عن أرصدته التي تم تجميدها لعشر سنوات. وربما ما كان ببال جمال هو عودة للحياة الاجتماعية لا أكثر، بحكم أنه وشقيقه علاء نجلي رئيس سابق لمصر حكم البلاد طيلة 30 عاماً. وبالتأكيد ما زال له في الشارع المصري من يؤيده أو من كان يؤيده، فبنظر بعض المصريين ربما كانت لحسني مبارك أخطاء وخطايا، لكن بالمقابل كانت له مواقف وطنية مشرفة. وكما قال حسني مبارك نفسه، إن سنوات حكمه متروكة للتاريخ للحكم عليها.